اعترف وزير خارجية تركيا بتمويل قطر للعدوان العسكري التركي على شمال سوريا، ووجه أيضا ببعض الأمور، وقال أنه هذا العدوان مدعوم. وكان في خبر عاجل أفادت يعني بعض الوكالات الإعلامية به، قال كانت قطر تحفظت على بيان الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية اللي أدان العدوان التركي على الأراضي السورية شهر أكتوبر الماضي، لتؤكد دعمها للعملية العسكرية في الشمال السوري اللي أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى وتشريد 200 ألف مدني. معنا دلوقتي على التليفون الأستاذ أسامة عبد العزيز، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن التركي. نشوف الخبر اللي ورد لينا الآن، ما هو المقصود به؟ برحب بك يا أستاذ أسامة، أهلا بك. أهلا بك يا فندم. دلوقتي الدعم التركي اللي بنتحدث عنه في هذا الخبر، واعتراف وزير خارجية تركيا بتمويل قطر للعدوان العسكري التركي على شمال سوريا، حيث وجه إليها الشكر لدعم هذا العدوان، معناه إيه؟ لا، معروف طبعا هناك تحالف جد بين تركيا وقطر، وده تحالف قديم وليس بجديد. ما تجيش تركيا هي الحاميه الان، يعني هي شرطه تركيا من تحمي قطر ايضا، وقائد الامس قريب لانه في كاس العالم 2022 سيقام على الارض القطريه اتفاقيه امنيه بانه الشرطه التركيه تكون هي المنظمه في قطر في هذا التوقيت. يعني التحالف قائم كبير جدا الى الدرجه انك تستطيع ان تقولي ان تركيا قد احتلت قطر بالفعل. هذا صحيح. طيب التصريح ده يا استاذ اسامه، يعني هو طبعا ده شيء معروف واتكلمنا فيه كتير، لكن لما وزير خارجيه تركيا يعلن بهذه الصراحه وبهذا الوضوح تمويل قطر للعدوان العسكري ويشكرهم على تمويلهم لهذه الجرائم، جرائم الحرب اللي ترتكب في الشمال السوري، ما هو المقصود هذه المره؟ يعني تخيلي ان قطر دي تشكل المحافظه رقم واحد رقم 82 في تركيا، هي تؤتمر بأوامر تركيا، هي تنفذ الأجندة التركية، فلا بد أن يأتي وزير خارجية تركيا وأن يقدم الشكر على الرهيب الذي تقدمه قطر تركيا. ما تنسيش لما الليرة التركية بدأت تظهر في عام 2018 مسارعة بتقديم الهدايا المالية في تركيا لمحاولة إنقاذ الليرة من الوضع اللي كانت فيه. قطر قدمت 15 مليار دولار استثمارات لتركيا في محاولة منها لإنقاذ الاقتصاد التركي من الانهيار. أيضا نسيت أنه تمويل قد طائرة هدية رئاسية هدية خاصة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قيمتها 500 مليون. الدعم القطري لتركيا ماديا ولجنيا. الدعم القطري لتركيا ماله يا فندم؟ الدعم القطري لتركيا ماديا غير مسبوق. لأنه قطر تؤتمر بأوامر تركيا. عن التصريح بتاع وزير خارجية تركيا أنه يقدم الشكر قطر على ما قدمته من دعم للعملية العسكرية سواء دعم مادي أو دعم معنوي، يؤكد أن قطر النهاردة هي المحافظة رقم 82 في الدولة. طبعا هو هذا التصريح يعني بيأكد على يعني ما تحدثنا فيه من قبل، العلاقة اللي بتجمع تركيا وقطر في تمويل ودعم للإرهاب واستباحة الدماء، دماء المدنيين، دماء الأطفال، وطبعا آخرها الشمال السوري وأبشع الجرائم اللي بترتكب في حق الناس وفي حق الإنسانية، جرائم
يعني تأتي تحت عنوان جرائم حرب يمتثل لها أردوغان أمام العالم ليتم عقابه ويتم محاكمته على ما ارتكبه في الشمال السوري. شكرا أستاذ أسامة عبد العزيز المتخصص في الشأن التركي، شكرا لوجود حضرتك معنا.